يو دريك مي نشوف معكم ار على فيديو جديد اللي ما ادري ما يكون رياكشن ني والو. اليوم غنعمل لكم الخطر ديالكم طبعا. هاد السيجي اللي غندوي عليه وحق الله تا بغيت نتجنبو اقصى طريقه لحقاش عندي واحد الفكره عليه اغلبيه ديال الناس ما غيتقبلوهاش. باش نكونوا واضحين السيجي اللي غندوي عليه طبعا انتم عرفتوا الدراري قبل ما نبدا ديال سناب شات اللي كارثه وقع في السبه ديالو هاد الايام هادي. قال لك نعم سيدي تسربوا شي دواسات والدواسات هادو انتم عارفين فيهم كانوا في سناب موليهم كانوا زعما كيصوروا راسهم عريانين ولا شي حاجه جا تسبيره طالهم الكونت والتصاور ديالهم خرجوا عباره عن دواسه في شي ابليكاسيون. طبعا انا ما نقولش ابليكاسيون حيت هادشي انا بعيد عليه الدراري باش نكون واضحين. نخليكم بعدك الدراري مع شي فيديو خفافين وغنعطيكم وجهه النظر ديالي على هادشي هذا كامل. في سناب شات شوف جاونا دريات تتقول لك انا تنصور في سناب شات عريانه كنتخروه مع راسي مصوره راسي في سناب شات حتى داكشي في سناب شات لقات راسها في هاد في الجروب ماشي جروب بارطاجيو هاد الشلاط الزمر هذا بارطاجيو خليو بلادي ميوعى وتنضلوا حنا ندويو معاكم اصاحبي تنضلوا هاد كوارث واقعين. واش عرفتي شحال من دريه مغربيه هنا راه ها 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 حطام كبرى واقعه دابا بداو تيجيونا دريات ولاو تيجي بداو تيجيونا دريات وانا نوريكم ماشي غنوريكم ما عندي ما نوريكم هاد المصيبه ما عندي ما نوري فيها. السلام عليكم الاخوان اخوات. الو هذا واحد اللايف بغيت ندوي فيه على بعض النقاط المثارة بشأني وبشأن ما أثرته في البث الخاص بالفيسبوك وهي نقاط قمت بتدوينها على أساس أنني سأجيب عنها ثم بعد ذلك سأقفل هذا البث. إذن مجموعة من الناس تهموني بأن داكشي اللي قلت غير كذوب. هذه هي آخر حاجة وقعت دابا أن داكشي اللي قلت غير كذوب. داكشي عندي أنا موثق بتصور بكل شيء الفريق راه شافون كاين الناس شافوه داكشي موثق. السلام عليكم. يعني هذاكشي راه غير كذوب راه ما كاينش كذوب هذاكشي او باش غنبدا باش غنبدا والله ما عرفت باش غنبدا باش نجيكم نيشان لحقاش هادشي هذا واحد البحر كبير. اولا كاين اللي كما قال امير الراغب راه كاين بنات اللي جاوا لعندو نيت يعني البيرو شكاو له بهادشي هذا زعما فهمتي بلي تبيراطاونا الكونت وداك تخرب. اولا الفكره اللي في بالي انا زعما الافكار اللي في بالي داك التصاور ولا داك الفيديوز لما كانوش كيتبارطاجيو لشي شخص معين علاش غيبقاو مثلا في سناب شات وعلاش غيبقاو في التليفون. راه كنعرف انا بنادم اللي كيتصور ما كيتصور بداك الطريقه هذيك اللي دايره الضجه هذه كامله وكافي انك تشوف راسك في المرايه بلا ما تقعد عاود تشوف التصوير. هادشي هذا لوجيك ما كنظنش خصو شي شرح هادشي الا كان بنادم كيفكر بالعقل. راه مثلا ميمكنش غتشوف الغلط وانت غتمشي غتحامي على الغلط نيت راه هادي ما كاينه. يعني كما كنقولوا اللي درا بيديه يفكها بسنه بوان فينال. يعني حاجه قبل ما توقع ولا مثلا ما فكرتيش اذا سبيراطالي الكونت فين غنوصل. يعني اصلا تصور ما حدهم مصورين بالتليفون راه كيستعملوا كيتصيفطوا لشي واحد كيتخلصوا عليه ما اصلا شحال من حاجه كاينه بحال هكا باش ما تجيكمش غريبه. كاين اللي كيبان عادي فهمتي داخل سوق راسو ولكن في التليفون راه داير العجب. راه منظر اصلا شحال من حاجات كنشوفوا حنا بعد ساعات كنشوفوا شحال ديال الحاجات مين جابوا هاد الناس هاد الفلوس هادو كاملين ولا مثلا كتجبروا فهمتي ما بين ليلة وضحاها كي صباح يعني عنده 5000 6000 درهم. يعني كندوي على الطرفين حيت التصاور تصرفوا الطرفين دريه ودري فهمتي. يعني تصور تصربوا للطرفين باش نكونوا واضحين. يعني الدراري التصاور هادو مين كيجيو غايجيو من فارغ طبعا لا ميمكنش هاد التصاور غاشدو بحال هيدا غنتصورو غتبقى تشوف فيهم. راه انا ما نكذبش عليك انا كنتصور تصوير عادي يعني كنتصور في التليفون قدام شي ديكور ولا شي منظر صافي كنشوف فيها ما كنعاودش نعاود نشوف فيها كنمسح من التليفون ديالي علاش غنعاود نشوف فيها عسى كنتصور راسي عريان. ترى ميمكنش يعني نخدمو شويه اللوجيك حيت هاد السوجي هذا بالضبط راه ما فيهش لوجيك. ميمكنش تينا غتعدل لا غدا غتمشي تشكي بهادشي هذا هو انتينا هو اللي عندك في التليفون ديالك. يعني انتينا هو اللي خصك تاخذ الاحتياط ديالك. راه دول عندهم دواسه وتسبيرا طاولهم بقى غتصور ترى ميمكنش فهمت غلان. المهم الدراري وجهه النظر ديالي تقدر ما تعجبش بزاف الناس واهم حاجه انا عندي اللي كنقول زعما في هادشي كامل اللي درا بيدو كيفكها بسني فهمتي. يعني ماشي مثلا انتينا ديري الحاجه وتصيفط والروينه والنهار اللي غتحصل يعني غتشابر فلوس مورا داكشي النهار اللي غتحصل وانا حقروا عليا وانا الدولي وتبقى تبكي وتبقى ما كاينش شي حاجه سميتها تصاور عريانين بينو وبين الراس. هادي ما كايناش هادي اصلا ما كايناش باش نكونوا واضحين الدراري انا البلان ما كيدخلش العقل. المهم دابا ما علينا نبداو الفيديو ديالنا ونشوفوا شي مقاطع عاود على الجزائريين شنو قالوا البلانات اللي كاينين في اليوم في الانترنت متداولين دابا باش ما نتعطل عليكم نبداو ليت جو جو. شنو هادشي عندك يا اخي سعد الدين يا سعد ناري ناري
اردنيين كيشكروا عنه وزا كيشكروا الشعب المغربي زعما فهمتي الدوله المغربيه عامه زعما الدرع ناري والله ناضيه الانجاز والله حتى واعر حق الله باش تعرف ان المغرب اي مطعم مشاو له كيخلي واحد البصمه ديالو باش يكون واضح احنا متاهلناش لاكوب ديال افريك كوتيفوار ولكن خلينا واحد البصمه مع البيبليكين دراري مغاربه اللي باقيين تماك دابا عايشين وبيس مع راسهم ديال المغرب اللي طلعت فيه الحمد لله الحمد لله الحمد لله الف مبروك انا صرفت انا بلان 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 شوف هذا الفيديو يا والله غير نجي ونشرب لاتاي وندير كراع على كراع وندير ثني في قصبه والله ما تحرك شعره ناري خدم عليا كي الكلب يا ابن الكادحه باش نوضح واحد الحاجه الدراري قبل ما نسالي هذا الفيديو هذا ونخليكم تسمعوه على راحتكم داك الراحه اللي كتقول انت غتجي وغترجل فوق رجل وخدمك كي الكلب راضي غا خويا راسك منا فهمتي راه مغربي غيكون ضرب قهوه وغيشوف شي جزائري كيتبسل على شي شي حنا كما كنقولوا حنا كاماريرو في الشماليه زعما على شي المهم كاماريرو راه انتم عارفين الخبر في راسكم حيت ماشي مثلا غتجيو غديروا اللي بغيتوا هذه امبوسيبل نجيو الفم مسدود مرحبا ما تجي بقى تادي مثلا شي وحيش بقى تفرعان راه غتكلف طهرك باش نكونوا واضحين وهذا ماشي تهديد نكونوا واضحين باش ما تسماش هنا عليا كنهدد راه انا ما كنهددش راه اصلا بنادم اللي ماشي واعي هو اللي كي عنده هاد الافكار بحال هادو سمعوا بعد هاد الفيديو حتى تعصب تنرفي عباد الله يا والله غير نجي ونشرب لاتاي وندير كراع على كراع وندير ثني في قسطويه نديها والله ما تحرك شعره دير الملاوي غير تخدم عليا كي الكلب يا ابن الكادحه الملاوي اللي غدي يا ابن الكادحه يا ابن الكادحه ما عندك ما دير كنخاف عليك غير ترجع لاصر ولا صر كنخاف على هذا غير يرجع لاصر ولا ان شاء الله هكذا هاد الفيديوهات الملايين هذه تاع الفيديوهات والمنشورات وغادي نديروا لك غادي نديروا لك غادي نديروا لك يا وروح برك كون راجل كون راجل وريني هاد الرجوله نتاعك وريها لنا دير حاجه للبنات اللي رقدوهم على الكلاب في الخميسات كون راجل برك وكتب منشور وقول اللهم إن هذا باطل وهذا منكر ما نقبلوش هذا ما كان ما تروح بعيد ما تطلع ما تهبط ما يقول لك والو احنا ما شعبكم ناري يا والله غير نجي ونشرب صابر واحد الفيديو على الجزائريين شي بلانص بحال هذا اللي كيديونهم بيوم في الخميسات راه شامتي متردد نحطه بالرجول عندي واحد الفيديو شابرو عليهم عندي في الارشيف غا مؤخرا الفيديو وقسما بربت متردد نحطه والنهار اللي غطلع لي القردة غنحط باش يكون واضح النهار اللي غادي يطلع لي جوج وما جوج الراس غنحطو حيت انا الشياطين ديالي بعد تحت كيطلعوا لهنا خصهم يدويو انتو بلان ما غنجاوبكش انا خونا هذا ما غنجاوبوش ولكن النهار اللي غيجيو للمغرب غنشوف انا خصني نتبع خونا هذا نشوف شنو غيدير فهمت معنا غنسركل اصاف فيما حطيتي ستوري فيما غتجبرني مقارق قدامك كاين مولك نشوف واحد جزائري اخر عاد لا المغاربه نقدسوا المالي دابا هذا جزائري خلونا تنبوسوا اليدين حنا لي زالجيريا شواكل الافريك والمغربي دق شول الراس حنا لي زالجيريا شواكل الافريك والمغربي للراس عطيه ناري حق الربطه تخونا بالضبط خفت عليه تخونا بالضبط خفت عليه فهمت ما يهزش ما غيهزش بوبري ما عنده فين يهز ادخونا بالضبط ما عنده فين يهز بغينا نعملو معاك شي حل زعما فهمتي نترينيو فيك نعلمو خواتنا الصغارين يبوكسي ولكن فهمتي مشكله ما عندوش فين يهز من بعد يدخل شي واحد يقول لي كتجبد الفتن غنبدا نشير بالتليفون وبالرب تنبدا نشير ما يقوليش شي واحد كتجبد الفتن اتونسيون بعد ساعات كنشوف لي كومونتير برافو مزيان بعد ساعات راه كنبقى نعمل داك ها كنقول واش انا في المغرب ولا في شي دولة تا راه ما يمكنش شاما هذا يا هاد يعني تبتو معنا الدراري الله يرضى عليك شوف هاد البلان ماتش الماتش ديال المغرب جون سي با انا ما عرفتش اخويا باش عرفتيني انا شفت الماتش هذا هو السؤال واش شفتي الماتش لا
جي مكسكيز خويا سي با كسكيز. دابا هذا الماتش هذا اللي كتسالني عليه وبعد عليا الميكرو تفضل تكون الميكرو ديال الاذاعه هذا ديال الاذاعه ديال الاذاعه الميكرو غادي نهضر انا من البعيد ديال الاذاعه هذه عندها ميكرو عندها كاميرا دونك الميكروفون انا نجي هنايا غادي تكابطي لي الصوت ديالي تاع كابط الصوت وهو بعيد لا هون تفربل حق الله بنادم فربل رجع شفتو هاد 500 درهم دابا ديال الانوي ملي كندخلها انا في الدرير ديالي كنصيفطها للناس ما يصحاب لك زعما راه كندي معاك شي الرباح راه كندي بانيك واخويا كتجي عندي كتقول لي ودوز لي واحد 30 درهم حتى غدا نخلصها وانا كندي فيها 30 درهم في 500 درهم حتى كتجي في واحد الدقيقه بغيت تحشيها لي تديها لي حشومه عليك اصاحبي حشومه عليك وعلينا الدراري نعطيكم واحد النصيحه تقبلوها زعما بدون شغب واحد النصيحه ناضيه والرجل هذا شحال كيدير عظيم مياك شحال كيدير انا بخير صعيب والله صافي قور شي قور شي شي كارطه فحال هذه ديال 500 درهم ميمكنش ما غاتجيش في يدك 500 درهم كل ما يتسلى لك الصل عمر كل ما يبقى شي واحد اونبان عمر في نفس الوقت انت بايع وشاري وانت ديما مديبانيش شفتو القافيه الريمه طليخ والله هكا انا كندير شوف انا كنستخدم اصلا غير راسي التليفون هذا عندي فيه غير ابيلاز زعما عادي كنخدموا الابيلاز ولا شي حاجه اون بليس في هذه الكارطه هذه كيتسلى كونيكسيون طان من الراس كنعمر به ما كنبقاش مثلا دابا وساعه ماشي كدوز لي شهر بعد تاع شهرين طبعا ما يمكنش غد 500 درهم انت غتحرقها مثلا في شهر ولا في سيمانه فهمتوا بالله يعني اصلا انا كنخدم غير الواتساب اغلبيه ما كندخلش مثلا نتفرج فيديو اللي كنكون في الزنقه حتى في الزنقه علاش غتفرج فيديو خليهم حتى ترجع للدار يعني الا بقيتي كتستخدم كونيكسيون فحال هيدا يدوز لك مثلا شهرين غدوز لك كيبقى هذا غادي يلعيطس حيت ملي كتعمر داك الكارطا راه ما غاتسالش طبعا فهمتوا بالله انت كتعيط وصافي عمرك تبقى اونبون حق الرب احسن بلان اللي تقدروا تعدلوه هذا احسن تليفون نوكيا احسن شي صافي درنا لهم اشهار ثمن الناس اشهار دابا تخيلوا دابا نفرضوا عباد الله خمسه د الناس غيمشيو يشريو هاد التليفون غيعدلو ليه درت ياك انا دوزت اشهار باطل وتخيل كاين بنادم غيعجبو غير السيل ديال التليفون زايد بحال هذا صغير يبدا يقول له الو غيمشي يشريه وانا تخورت فهاد الشيء ضحك الدراري والله حتى بلا ناض ندوزو هنا شنو هاد الفيديو هذا خوتي مغاربه حبيت نعرف حاجه برك حنا سقسيت واحد الطاكسي قلت له لازم تديني المحطه طرقيه جابني هنا خوتي قلت له يا سيدي حم والديك انا راني نبحث على محطه طرقيه ليس بالمطار قال لي يا سيدي هذا خلاص هذه خلاص محطه طرقيه قلت يا سبحان الله اذا كانت هذه محطه طرقيه كيف يكون المطار في المغرب ما شاء الله تبارك الرحمن من حيث النظافة والبنية التحتية في المغرب ما شاء الله تبارك الرحمن دابا تخيلوا الدراري هادشي كامل شو كيف معوط وبلانات يجيو الجزائريين يخربقوا التخربيق ناري شنو غيوقع لكم ناري شنو غيوقع لكم ما غترجعوا للجزائر بثلاث شهور في كرشكم وبالرب حتى غترجعوا هكا لحق الشامتي واحد ثلاث شهور غتبقاو هنايا في السبيطار تخلط الضوي بجروح غترجعوا تما راه هذه الصفة اللي كتعرفوا بها نتوما الهضرة ما خسرتش هضرة ما تلعب ما تشا فهمتوا تكون واضح داوي وانا ضحك يعني فهموا راسكم ويتنفخ عليا شي واحد لحتى نعطي لمن الراس هالاشهار تاعي المهم الدراري كيما كتشوفوا لك عجبكم هذا الفيديو تمنى تابوناو وديروا جيم الدرامي يلا بيس